قال له خير راني كنموت راني كنموت لداخل. راه الناس مساكن كاين اللي ضعف ولادو كاين اللي ضعف بناتو. لقيناها ميتة تقنا عليها الباب لقيناها مسكينة مكوفة. راه كاين تقريبا 30 محل ولا أكثر. بناس تما مساكن خدامين على والديهم. نربط بكم اتصال مجددا هنا من باب مفتوح من قصرية الضباغ. الفاجعة متواصلة والبحث عن الضحايا مستمر ومحاولة إخماد الحريق متواصلة متابعينا الكرام. وحالة ديال الاستنفار لم يسبق لها مثيل هنا بالمنطقة باب مفتوح. دعواتكم مع الناس العالقين، دعواتكم مع الضحايا اللي توفوا لبلغ الحصيلة الحدود الساعة 4 هذه الوفيات. نعم وجروح واختناقات كبيرة يحاولون الأطباء أكيد في المستشفى الجهوي هنا بفاس إنقاذ أرواح الأبرياء. البحث جاري على الضحايا والأربعة ديال الوفيات لحدود الساعة متابعينا رسمية اللي تم إعلان ديالهم. مازال خرجوا ضحايا وحدين آخرين، نتمناو البلاغ الرسمي، غنتمناو البلاغ الرسمي في نتائج محينة متابعينا الكرام. إذا كتشوفوا حالة ديال الاستنفار كبيرة هنا، تجمهر كبير ديال المواطنين أكيد ومحاولات جادة لإنقاذ الناس العالقين هناك الداخل. مازال العافية شاعلة كما كتشاهدوا، ومازال عاد من الجهة من اللي كيبان العافية أكثر من هنا، من هنا كيحاولوا البحث على العالقين، وأكيد غنحاولوا نتنقلوا كذلك للمنطقة الأخرى من أجل الوقوف على كل كبيرة وصغيرة. من جميع الزوايا فاجعة مفتوح نحاول نقلها في بث مباشر ولحظة بلحظة من عين المكان. نعم الحصيلة المحينة يتم الإعلان عليها رسميا عبر وسائل يعني اللايفات اللي كنقوموا بها عبر قناة شوف تيفي من خلال فيسبوك واليوتيوب والانستغرام. فأكيد كل التفاصيل يتم نشرها لحظة بلحظة من عين المكان. مازال لحدود الساعة العافية مازال ما تمش السيطرة عليها، مازال العافية متواصلة والحريق يشب في 25 محل داخل منازل كذلك. والحديث هنا على البحث على أحد تجار في هذا الأثناء، يقال بأن أحد تجار يتم البحث عليه الآن في هذا الأثناء، ما عرفناش واش حي ولا ميت. ننتظر نترقب. الله يصبر العائلات ديال الناس اللي فقدوهم، الله يصبر العائلات ديال الناس اللي مازال لحدود الساعة ما تمش الإعلان واش ميتين ولا على قيد الحياة. راه تصور معايا خويا العزيز غتمشي ترزق الله تلقى راسك أمام فاجعة كبيرة. فأكيد الصورة نعم الأسباب ديال الحريق حسب البلاغ اللي قريناه قبل قليل هو تماس كهربائي ناتج على إصلاح أحد المحلات التجارية هنا الداخل. كنعاود نذكر بأن هذه القيصارية كيتباع فيها الملابس وكيتم كذلك صناعة وخياطة الملابس. نعم مجموعة من التجار لحدود الساعة يتم البحث عليهم هنا. الحصيلة قلت الرسمية 4 ديال الوفيات، كذلك مجموعة من الجروح الخطيرة وكذلك اختناقات لثلاثة منهم بالغة للأسف الشديد، ويتم محاولة الإنقاذ ديالهم في مستشفيات مدينة فاس. مازال تما برا واحد التاجر مازال داخل، حيت فاش شديت العافية خاف هبط دخل الطواليت شد عليه. مازال ما خرجش، راه مازال دابا تماي ابراهيم شما. ومازال لا تجار خرجوا، بقاو غير الناس اللي تما، مازال دابا ما باين حتى شي حاجة، لا يقول لك شي حاجة حتى الصباح إن شاء الله عاد يبان اللي غادي يبان. مازال داخل شما. لا ما عندوش شو ما دخل عنده حتى شي واحد. دخلوا شي خرجوا شي وحدين، ولكن هو ما خرج ما كاينش اللي غيوصل له. الناس كيقولوا راه خرجوا ولا دخلوا، ما كاين حتى شي واحد، حيت عمو كان هنايا قال لك مازال داخل. حنا الصديق ديالنا الصديق كان هو جالس حدايا هنا وكيهضر معاه من الداخل في التليفون، كيقول له اخي فلان ما نسميكش داك السيد. قال له اخي راني كنموت لداخل. هكا قالها له، قال له راني كنموت. كاين كيبيع داك الشيء ديال الحوايج والسبرديلات وداك الشيء ديال التيشورتات وداك مازال داخل. شوف ما كاينش اللي غيقدر يوصل له. اما صحاب البومبيه المحل راه كاين تقريبا 30 محل ولا اكثر، وعاد اللي في الفوقي
من فوق براطا وهذا الخياطة. كاين اخويا واحد نعم من الداخل الناس كيشدوا عليهم، نعم من الخياطة البنات المساكن بقاو الداخل كيشدوا عليهم، حتى كتجي الوقيته ديال الخروج عاد كيخرجوا كيتغداو تما كيفطروا تما. بنات تما مساكن خدامين على والديهم وكيشدوا عليهم، مالين داك المعمل ديال الخياطة كيشد عليهم، حتى كتجي الوقيته ديال الخروج عاد كيحلوا عليهم، وما عندهم لا قوام تما ديال البومبيه لا حتى حاجه. وهاد الناس هادو كانوا خدامين غير عشوائيين هنايا، راه الناس مساكن كاين اللي ضعف ولادو كاين اللي ضعف بناتو، جوج بنات بنات حومتنا بنات والدو كبارين بوليداتهم خدامين على وليد خدامه في المعمل الخياطه. هذا حي تجاري، علاش ما تكونش وحده فيك هنايا؟ ساعه ونص ديال ما قالوا لي مازال ما جاتش. ما اخويا الشرا ما نقول لك، حنا هكا ما عندنا حتى لعبه وقلبنا كيحرقنا على هاد الناس، حشومه كاع. ساعه ونص عاد جات، ها هي شو معايا 6:30 وشو مازال ما طفاتش. مازال انت كتشوف الدخانه وقبالتك. يا ولاد راس العام كتكون البومبيه راه فينا، علاش زعما؟ ها وقيلا ندبزو احنا بالبوطات. ولا زعما حشومه. شكرا اخويا الصوت ديالكم واضح. قبل قيد خمار حنا كتلقى وحده راه فينا تي كتفيكس. وحده راه فينا تي ولا تقوصنا ونحن مازال صغار. لا ومساكن طرطقنا عليهم الكريه جات شي سبعه بينا لا ثمانيه طرطقنا الكريه جات غير يدينا شو رجليها شو رجليه. مشى لي تاد الحك د رجليها هو وجبدناهم مساكن وجبدنا واحد الراجل. ميتين ولا حي؟ وحده لقيناها ميته طرطقنا عليها الباب لقيناها مسكينه مكوفه. معروفه من هنا من باب ما بنت هذيك بنت حومتنا وجبدت اختها الاخرى جبدتها محروقه غير من لهنايا. جبدنا وحده لهابين فت لهابين جبدناها حتى هي حيه وجبدنا واحد الجوج اخرين حتى هما حيه. مشينا عاودوا القنت الاخر طرطقناه. كانوا جاو اصحاب البومبيه ديك الساعه عطاونا السلم، السلام كنحسموهم غير حنايا. دابا حاليا الاوضاع كيفاش دايره؟ نطمئنوا الناس، واش قربوا ولا ما؟ داكشي انا فاش هبطت هذه دابا شي ساعه الله ربي هبطت من تما بحالي، حيت منين بدا داكشي وحنا الفوق كنطرطقوا في الكرياج. داك السيد مسكين راه مازال في الطواليط هو شي واحد، راه عيط له خويا حدا في التليفون قبيل هذه شي ساعتين ونص. هي شاخده من هذه الجهه مجهد، هذه الجهه ما فيهاش بزاف. وعاوننا واحد السيد هربنا معاه التوب ديالو وخلال ديال التوب بسبيل الله، هادشي كله درناه بسبيل الله. بارك الله عليكم اخوتي، ترفع لكم القبعه رجال، اقسم بالله الا هاد الناس كلهم رجال ضحوا بحياتهم من اجل القانون. مساكن الله يرحمهم ويجلل عليهم ويصبر والديهم، راه بنات حومتنا هذوك اللي مات. دعواتكم مع الناس العالقين، ولكن نتمناو خير ان شاء الله باش يتم الوصول اليه. كيقولوا بانهم خباع في الطواليط، نتمناو لان ما توصلوا ما عرفناش، قدره الله عز وجل تسع كل شيء، بقدره قادر ممكن لانه يتنقد ما عرفناش. فندعيو معاه ندعيو معاه وندعيو مع الناس اللي توفوا بالرحمه والمغفره. لا ما كنعرفوهم، جوج كنسمع عليهم ولكن ما كنعرفوهمش انايا. بحال كيدخلوا هنايا عرفتي كاينين تقريبا 30 ديال البنات اللي كيخدموا هنايا، عندهم شي ثلاثه ولا اربعه البراتم خدامين فيهم. دايرين لهم معامل كيخدموا فيهم كيخدموا فيهم الخياطه. وبالنسبه واحد نصلح واحد بالنسبه كيشدوا عليهم، راه ماشي كيشدوا عليهم، راه دايرين لهم اللي خدام اللي مقابلهم تمايا. واش الانسان ما غاديش يقابل رزقه؟ واش فهمتي؟ الانسان رزقه هذاك كيدير بحال دابا الشاف ولا الشافه اللي كتقابلهم شاد عليهم وهي عندهم الداخل، اللي بغات شي حاجه كتحلها كتمشي للوقيته ديال الغداء وكيمشيو كيجيو يمشيو يتغداو. اما بالنسبه ل قضاء الله وقدره. هي وكان زربت شويه الاسعاف جات غادي تنقد، كاين ما يتنقد، ولكن ملي تعدلت لعابية بقات خارجه كضرب من هنا ومن هنا، كلات كل شيء، هي كلات كل شيء. شوفوا راه كتشوفوا مصابيح كيبانوا داخل كيحاولوا لانهم يقلبوا على الناس العالقين لداخل. فدعواتكم اخوتي المغاربه، دعواتكم مع الناس العالقين لداخل واللي نتمناو يوصلوا ليهم. هذا التاجر مسكين كلشي كيدعي معاه، التاجر مسكين معروف هنا بقى غير في الطواليط وعيط لخوه قال له راني في الطواليط عالق ما لقاش كندير نخرج، وبقى تما صافي انقطع الاتصال وبقى تما لداخل ما لقاش كيدير يهرب براسو، راه مازال كيبحثوا عليه لداخل. فهاد الاثناء متابعينا الا قدروا يوصلوا ليه الا قدروا يوصلوا ليه، نتمناو من الجهات المسؤوله تعوض هاد الناس ولو بالقليل. فالله يجازيكم بخير، دعوا معاهم بالرحمه والمغفره، ونتمناو ان شاء الله ما تزيدش الحصيله ترتفع.